ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية انطلقت مؤسسة مفاتيح للتنمية بمشروع الأول لتقديم الخدمات اللازمة ضمن الظروف يلي عم نمرق فيها، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية في خلق أجيال قادرة على مواجهة الأزمات. لحتى نحكي أكثر عن المؤسسة بصرنا نرحب بصباحنا لليوم بالأستاذ نبيل صروف. أهلا وسهلا فيك، أهلا يسعد فيكم، صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا. بعرفكم عن حالي، مهندس نبيل صروف، أنا عضو مجلس أمناء مؤسسة مفاتيح للتنمية. مؤسسة تنمية مفاتيح التنمية هي مؤسسة تنموية وغير ربحية، تأسست نهاية العام الماضي بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تمام، يسعد صباحك عن جديد. خلينا نحكي أكثر عن مؤسسة مفاتيح وخلينا نحكي عن أهدافها الرئيسية. شو هي؟ تمام، هلا مؤسسة مفاتيح هدفها الأساسي هو التعليم، تمام، التنمية، الإسكان، التمكين. من خلال يعني كيف نحن بنساعد على دعم المجتمع المحلي من خلال أدوات، من خلال تقديم التعليم، تمكينه ليقدر يكون منتج بالمجتمع. تمام، نعم. نحن كمان بنساعد على بناء قدرات السوريين وتطوير مهاراتهم ليكونوا كمان منتجين. خلينا نحكي من هن الفئات المستهدفين بدعمكم، لمين اكثر شيء بتتوجهوا انه تحتضنوهم وتدعموهم؟ هلا نحن بنتوجه دعم لكل الفئات، بس خاصة الشباب، الاطفال، يعني الجامعيين، طلاب الدراسات العليا، كل واحد حسب مرحلة يعني لتعليمهم، تمكينهم بالمجتمع ليكونوا منتجين قادرين يعملوا شيء بالمجتمع. أكيد. خلينا نحكي للناس اللي حابة تتواصل معكم، كيف ممكن تتواصل؟ عن طريق شو؟ هلا عنا نحن خط ساخن ممكن يتصلوا فيه، ممكن حط الرقم على الشاشة، الرقم هو 09-38-77-7704 أو عن طريق صفحتنا تبع الفيسبوك. تمام، خلينا نحكي عن الأفكار يلي عم تشتغلوا عليها لتطوير منهجية الدعم للشباب السوري. هلا نحن بصراحة مرت أزمة الكورونا وهالشيء، فنحن شوي ابتعدنا هلا عن هدفنا الأساسي بالنسبة للتعليم والتمكين، وحاولنا نشوف شو احتياجات هلا البلد. فكان في موضوع أزمة الكورونا، فعملنا مبادرة اسمها مبادرة سلامة خيرك، ووزعنا سلال غذائية كانت هي يعني مفيدة، وزعناها بعدة مناطق بريف دمشق مثل سأبة، أبون، دارية. هلا طبعا يعني نحن لقينا بعد عملنا مثل مسح انه لقينا وين المنطقه الاكثر احتياجات لهالسلال، وهيك لقينا هي ريف دمشق. تمام، فلقينا وزعنا، بلشنا هدول السلال على كذا مرحله. طب نحن ما بنشوف انه تشغيل الشباب بانتاج شخصي هي اهم من توزيع الماده جاهزه؟ طبعا 100%. هلا نحن هدفنا في دراسه على هذا الشيء. هلا نحن هدفنا الاساسي مو الاغاثه، نحن بنحب يكون إغاثة الإنتاجية. تمام، يعني نحن مثلا ما بنحب نعطي سمك، بنحب نعطي سنارة ليصيدوا السمك وينتجوا. فنحن هذا هدفنا الأساسي، بس طبعا نحن عم نمشي هلا حسب الظروف البلد واحتياجاتها. هلا نحن كمان عاملين مثل مبادرة اسمها جديدة معافى. تمام، هي بالتنسيق مع شؤون اللاجئين، منظمة سامية للاجئين UNCR مع جمعية ندى، وطبعا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على تقديم مثل اسطوانات اكسجين تبع قياس نبض الاكسجه، كمامات، معقمات، وبالاضافة بما يتلائم مع الظرف الراهن. تمام، لانه يعني الوضع حاجة لهالشيء. هلا خلينا نحكي مين الداعم كان والمساعد لكم لتطبقوا اهدافكم على ارض الواقع. هلا بصراحة نحن في مؤسسات خاصة. تمام، هي كانت عم تدعمنا. في عنا رجال اعمال سوريين بالوطن وخارج الوطن
عم تحاول تتبرع وتساعدنا. طبعا في عنا منظمات دولية المرخصة بسوريا كمان هلأ عم تساعدنا بلشت كمان. تمام أستاذ نبيل، يعني كل مؤسسة بيتم طرحها يمكن بيكون في فريق وبيكون في جنود عم يشتغلوا بأعداد كبيرة بأوقات طويلة لحتى ينجح العمل، وخاصة العمل الإنساني الإغاثي أو العمل بالمساعدات للأشخاص اللي هن بحاجة لنا. خلينا نحكي يعني من أول خطوة، من أول فكرة، ومن أول يمكن هيك فكرة دونت على الورقة، كيف حسيتوا رح توصلوا لهون ولا أكثر كان الطموح؟ هلا نحن أكيد هدفنا أعلى من هيك، يعني نحن هلا بدايات لساعتنا، بس إجت ظروف شوي يعني خلتنا شوي نبعد عن هدفنا الأساسي، بس نحن هلا حاطين خطط وعم نشتغل لمشاريع مستقبلية تنموية. وطبعا نحن بنعتمد على المتطوعين، نعتمد على في عنا فريق كتير يعني بيساعدنا وجاهز لأي يعني وقت يقوم بالمساعدة. هلأ أنا يعني إذا فيني استغل من منبركم أنه نحن اليوم لازم كل المؤسسات الخاصة بما فيها القطاع العام والخاص أنه يتشابكوا مع بعض، نتعاون مع بعض لنسد الاحتياجات، وخاصة بهالأزمة الصعبة. يعني أكيد لازم يصير كتير تعاون مع بعض كل المؤسسات من كل النواحي ويتشابكوا ويتعاونوا لنقدر نجتاز هالمرحلة الصعبة. أكيد. بما أنه هلأ حكيت أنت عن خططكم، خلينا نحكي شو عنكم خطط مستقبلية بالمستقبل القريب، شو في عنكم؟ هلأ مثل ما قلت لك عنا مبادرة معافى، هي اللي حنوزع فيها الأدوات الطبية اللازمة، لأنه نحن لقينا المدارس هلأ بحاجة لهالتجهيزات. يعني أنتوا لمدارس مو مثلا لأشخاص حدا محتاج ممكن يتواصل معكم ممكن توصلوا له الأدوية، ولا أنتوا لجهات حكومية؟ لا، نحن إجمالا في مبادرات تتحدد بالتنسيق مع وزارة شؤون العمل. تمام. يعني نحن برجع بقول لك ما لنا جمعية خيرية، نحن مؤسسة تنموية، بس يعني حاولنا نتجه على هالاتجاه مؤقتا، فبصير بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون. طبعا بيحددوا لنا في لجان انه وين نوزع، وين يعني وين لازم توزع هي، او وين بانو مدرسه او شيء. هلا في كثير عالم ممكن تزعل مننا انه نحن عم نتصل فيكم وبدنا بحاجه لمساعده، نحن هي ما فينا نلبيها، في جمعيات خاصه خيريه او بهالمجال. نحن اساسنا التنموي، بس عم نقوم بهالمبادرات لنساعد. وهلا عندنا كمان بدنا نوزع سلال صحيه، يعني معقمات، كمامات، هاد للمدارس كمان، بس بتتحدد من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تمام. قبل ما نختم مع حضرتك خلينا هيك نوجه رسالة للفريق يلي عم يشتغل، للفريق يلي عم يتعب ويلي عم ياخذ الداتا الصحيحة لحتى يقدم للأشخاص الصحيحين. يعني نحن بنتشكر كل المتطوعين والشباب اللي عم تساعدنا، وفي أعضاء معنا بالجمعية، يعني عم نعمل كافة جهدنا لنوصل رسالتنا وننجح، وكمان نكون يعني عندنا مبادرات أخرى مفيدة للمجتمع. تمام. أكيد. يلي حابب يتطوع معكم كيف تطوع وقديش العمر؟ في عندكم عمر مناسب ولا لا بالختام؟ العمر لازم يكون من 18 وطالع، ما في أي شرط تاني. نحن فترة التطوع بتكون صغيرة، مو ما لها يعني فترات كبيرة، بس وقت المبادرات. طبعاً هلأ وقت يكبر، يعني وقت نبلش خططنا المستقبلية والتنموية بدنا أكيد فريق متطوعين كبير وبحاجة لتفرغ أكثر. شكراً لك ونتمنى لك كل التوفيق. بتشكر استضافتكم وشكراً لكم. أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى دائماً توصلوا لتوقعاتكم والاكثر ان شاء الله. ان شاء الله يعني لخير للمجتمع ولسوريا وللجميع ان شاء الله.